ازاي الواحد يمرن نفسه علشان يقدر يستخدم بقى كل التنكات ديت ويملاهم بما يتناسب مع كل مرحلة عمرية، لأن احنا برضو مع المراحل العمرية في نضج بيحصل، فبتوصلي مثلا لقناعة معينة تغير وجهة نظرك اللي كانت مثلا لو انت شخص مع الضغوط بتتوتري وتتعصبي وده بيأثر على باقي يومك، ممكن بعد شوية تلاقي نفسك بقيتي أهدى بقيتي أفضل. يعني ازاي الواحد يمرن نفسه على ده؟ بص هقول لك حاجه، هي بتبدا من الافكار، بس انا هبتدي ازاي من الافكار؟ اعرفها اصلا ازاي الافكار السلبيه؟ انا دايما بقول لما يكون حد ضايع منه مثلا حاجه في بيته، المفاتيح كنت حاططها هنا على مش عارف ايه، راحت فين؟ عارفه احسن طريقه عشان تلاقيها ايه؟ مش انك تفتكر انت حطيتيها فين، انك تقومي تروقي. كنا لسه بنتكلم على حاجات شبه كده من وقت الاوقات يعني. بالظبط، قمت روقت البيت ترويقه حلوه، ترويقه حلوه هتلاقي نفسك في حاجات اصلا ما كنتش تعرف يعني نسيتها ظهرت، اللي هو ايه ده، هو ده كانت فين، انا افتكرتها راحت خالص. نفس الحكايه برضو في الذات. انا اقصد ايه بالكلام ده؟ انه انت لما تروق روحك ونفسك وتشوف هو ايه بالظبط الحاجات الوحشه اللي مش نظيفه ومتركنه بقى لها فتره وانا مش واخد بالي من افكار واشخاص واماكن، هبتدي افوق لنفسي بقى اعرف ايه اللي اقدر استغنى عنه، الافكار السلبيه ان انا المفروض استغنى عنها، وايه الافكار الايجابيه اللي ده لا انا دي انا هسيبها موجوده. طب إيه دي بتطلعني؟ الترتيب ده بيبقى محتاج يكون قد ايه؟ يعني قصدي كل قد ايه؟ يعني هبدا، لان الترتيب لحظيا صعب، لا لازم الحاجات تكون موجوده مع بعض وابدا اغير اولوياتي واستبعد حاجه واسيب حاجه. بص دي بتختلف من شخص لشخص على حسب هو فين من رحلته جوه نفسه، زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه. في ناس ما عندهاش اي فكره عن اللي انا بقوله ده، تمام، وفي ناس بدات اوريدي في الرحله، في ناس وصلت لكتير، وعلى فكره مهما كنت واصل انت مش واصل. صحيح، انت هتفضل لحد اخر عمرك، لعمرك قرن من الزمان هتفضل بتحاول توصل، تمام، وكل يوم بتتعلم. بس اللي هو ما تركش خالص الرحله دي يعني مسيره هيحصله مشاكل كتير قوي، وهيبقى عنده هيقعد مسافه طويله عبال ما يوصل للترتيب اللي انا بتكلم عليه. فانت اول حاجه انت هتقعد مع نفسك، انت اصلا مبدئيا اول سؤال انت راضي عن نفسك، ده اول سؤال انت هتساله. ففي طبيعي عندنا حاجات مش احنا مش حابينها في نفسنا، في حاجات حابينها، بس التوتالي يعني انت شايف نفسك انت راضي، انت بالنسبه لنفسك مقبول، ده التوافق الذاتي. فلو الاجابه لا، يبقى احنا هنا محتاجين قاعده، تمام. بس في حاجه يا فندم، هل في حد ممكن يكون راضي عن نفسه 100%؟ بص لا 100% ده موجود؟ لا لا لا، او ولا نسبيا نقدر نقول ان هو نسبيا، ما هو برده من خصائص، كنت عايزه اكمل بند خصائص الصحه النفسيه، هي نسبيه، تمام، يعني بتتغير من وقت لوقت. انت ممكن في وقت معين تبقى الصحه النفسيه بالنسبه لك هي كذا، في وقت تاني انت كبرت ودماغك كبرت وبقى عندك حاجات تانية، فبقى ليها معنى تاني، بقى معيارها حاجه تانية، اولوياته يعني حتى بنقول عليها نسبيه في المراحل. يعني ممكن يكون تبول لا ارادي في عند مرحله الرضع ده سوي، لكن لما تطلع تخش ابتدائي واعدادي لا ده مش سوي. مثلا نص الاصابع في المرحله دي صغير سوي، لما بيكبر لا مش سوي. فهي نفس الحكايه. فالموضوع الصحه النفسيه وان انا اعرف انا هعمل ايه، ده محتاج رحله. المهم انك تبتدي اسال نفسك الاول، هل انت كده كده في نسبه قبول ونسبه عدم قبول جوانا، تمام، لان في ميزات وفي عيوب، ولكن الفكره بس العامه في شخص دايما طول الوقت هو غير، يعني عنده عدم رضا وعدم قبول. ده اللي بتكلم عليه. على اي حاجه هو بيعملها مهما كان انجازه جيد او كويس. ديت يعني المفروض بقى يروح لمتخصص ولا يعمل ايه؟ حلو، بص اللي بتكلم عليه ده حتى لو انجازه جيد ده ممكن يكون عنده بيرفكشنزم، المثاليه. المثاليه دي بمعنى ايه؟ انا بعمل عليا وبوصل لاخري والنتيجه مش اللي هي اللي انا كنت متوقعاها، مع اني عملت عليا جدا جدا، والنتيجه على فكره مش وحشه، ممكن اكون جايبه 98%، لا اصل انا عايزه 100%، انت كنت بتشتغل على 100% بس ده اللي حصل. هل النتيجه دي وحشه؟ لا مش وحشه. بيجلد ذاته مثلا يا فندم، نقدر نقول بالظبط المثاليه دي اكتر حاجه ممكن تدمر بني ادم، ما تحسوش انه سعيد بالمره. ودي جايه من اللي قلتها في الاول، بسبب المنافسه الكتير اللي حاصله دي، خلقت نوع من الضغوطات ما كانش موجود زمان. بتوع زمان بالهم اريح وصحتهم النفسيه موجوده من غير دكاتره ومن غير متخصصين، بس الضغوط ما كانتش نفس الضغوط. لا 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 خالص، احنا من التكنولوجيا والسوشيال ميديا يعني بالزبط. لوحدها دي بقت عامله ضغوط نفسيه رهيبه، انك تلاقي ناس مش بس الاخبار السيئه والناس المبالغ في حياتها من رفاهية وكذا، دي بتصدر أصلا إحساس بعدم الرضا. صحيح. وبتصدر كمان فكرة إن بأقل مجهود أنا أعرف أجيب فلوس، وده مش واقع يعني. بالظبط بالظبط، على فكرة يعني دي حاجة مهمة جدا، يعني السوشيال ميديا أصلا من ضمن المائقات للتوافق النفسي أساسا. هي فيها فايدة فيها، بس الأكترية أنت بتفتحي السوشيال ميديا بتلاقي صور ناس مش عارفة تعمل إيه وجابت إيه وراحت فين وجات عملت إيه ووصلت لإيه، أنت مش شايف رحلته أصلا، أنت مش شايف هو قبل ما يوصل ده هو ممكن يكون حصل له إيه، ومش شايف إن في ناس أحيانا ممكن تظهر عكس ما هي ما تبدي.
ده يعني في ناس بتبقى حقيقيه وفي ناس لا هي بتصدر دي عشان مش عايزه حد يحس ان في مشكله. واحيانا العكس يا فندم، البعض بيصدر السلبي من كتر هو عنده اكتئاب مثلا، في ده دي حاله اللي هو خايف من الحسد، وفي اللي فعلا عنده الاكتئاب وبيكتب كده وبيصدر الاكتئاب لكل الناس. صحيح، انا بتكلم في الناحيتين، ان انا السوشيال ميديا بتعب لي نفسي بسبب المقارنات، وبسبب انه فيها اخبار سيئه كتير، ودي حقيقه يعني، سواء كانت في الحروب اللي شغاله، سواء كانت المآسي والحوادث اللي بتحصل كتيره. زمان كنا كل فين فين نسمع ان حد مات او عمل حادثه، دلوقتي انت مفيش يوم بيعدي من غير حوادث. انت بتفتح انت ماشي في مقابر في على الفيسبوك، انت ماشي كل شويه بتوفى بتوفى توفى توفى، حادثه مش عارف مين خطف، انت ده كمان صدر احساس عدم الامان. طب يعني ازاي كل ده يا فندم بيأثر على ثقه الانسان في نفسه وهو بيتعامل كده؟ لان هو شايف حاجات كتير في خلل نفسي او حاجه، انا مش المسميات بقى حضرتك تقوليها لنا، فهو حاسس كده ممكن ان ده ياثر على ثقته في نفسه التعامل مع الناس كمان. هقول لك حاجه، سلوك اي انسان نابع من افكاره، بس مش اي افكار، افكار اقتنع بيها قوي. ماشي، الافكار اللي اقتنع بيها قوي جايه من ايه؟ من رؤيته لمشاهد معينه وتكرارها. لو بتكلم على السوشيال ميديا، في مشاكل متكرره كتير بتوحي بعدم الامان، بتوحي ان انت لو مهما وصلت لكذا ممكن يحصل كذا، وان الشخص اللي كنت بتقول عليه مش عارف ايه ممكن يعمل معرفش ايه، غير تجاربك الشخصيه. فبالتالي ده بيضرب في حته ايه، ايه ده، امال انا اعمل ايه، اواجه ده كله ازاي، اذا كنت انا ببقى عامله اللي عليا ومقدمه ولا اخره، في الاخر دي النتيجه. فده كله بيضرب فعلا فعلا بيضرب في افكاره عن نفسه، بيخلي افكاره عن نفسه سلبيه، فبالتالي بيقعد مع نفسه بيحس ايه ده، طب انا كده انا مش راضي عن نفسي، اللي كنت بقوله في اول الحلقه، انا كده مش تمام، كده مش احسن حاجه. فيبتدي يحس انه ها بدا ينزل، وخاصه برضو في المقارنات. يعني احنا من السوشيال ميديا بتعرض صور، صور نجاح، صور انجاز، صور سفر، صور حاجات معينه. انا بتكلم على الجانب اللي هو اللي يعني شكله بيلمع، مفهوم. هو كان قبل ده في حاجات على فكره فشل فيها، بس هو مش بجابش الحته دي، انت شفت دي، فانت بتقارن نفسك دلوقتي وانت لسه بتبتدي بحد حاطط نتيجه. فايه اللي بيصب عليك ان انا مش واثق في نفسي، انا كده ضعيف، انا قليل، ده بص انا كنت خايفه وانا واقفه بتكلم قدام بس مش عارف مين، بص هي واقفه قدام قد ايه وبتتكلم عادي. طب انت شفت قصه دي ايه اصلا؟ شفت هي قبل ما تطلع الطلعه دي اصلا كان في قبلها ايه، ووصلت لايه، ولا ضعفت في ايه ونقصت في ايه، ووصلت لهنا ازاي؟ فبالتالي تقلل طبعا ثقته بنفسه. طيب بس هو الشخص برضه علشان يوصل للرؤيه الشامله دي لازم يبقى ملم بكل الجوانب. خلينا ننزل لتحت شوية بقى، وفكرة تربية ولادنا على أنهم يكون عندهم صحة نفسية والاهتمام بيها، من أول بصتنا ليهم مش بس كلمتنا لآخر حاجة ممكن ندعمهم فيها علشان تكون صحتهم النفسية سوية، نعمل إيه؟ بصي، الأطفال والبني آدم عامة، بس الطفل أكتر حاجة، لأنه أول ما يفتح عينيه إحنا اللي قدامه، بيحب يحس هو مقبول. يعني إيه؟ بيحب يحس إنه شكله حلو، بيحب يحس ان هو لما عيطها لا حد يطبطب عليه. يعني احيانا ممكن تكون يعني هو اللي مزعلك وانت برضه عاقبتيه وبرقتي وكل حاجه، بس برضه من الرحمه وشايفه ان هو حاجه كويسه حضنك بعد كده، حضنك انت قرصت عليه شويه، بس روحي حضنيه عرفيه ان انا قبلك في كل حاجه، بس انا ما عجبنيش التصرف ده. صحيح، تمام. وانه يعني لو انت غلطت في حاجه كأب او كأم على فكره اعتذر، لان ده بيحسسه بالبشريه اللي هو الانسانيه. ان احنا دايما، بس طبعا مش بقول الاعتذار على طول، لان ده هيقلل اصلا من قيمه الاب والام كقدوه. انا بتكلم انه لو انا غلطت في حاجه، قلت حاجه وما طلعتش صح، قول بص انا اخطات في كذا، فمعلش انا اسف حقك عليا، بس الام ما تكترش من الاسف. يعني انا بس لازم تخش الحته دي، لان لما يشوف الام او الاب بتتاسف، حس ان هو لو غلط عادي يروح يقول انا اسف، انا غلطت في الحاجه الفلانيه، ما يخافش بالظبط. فيكسب ثقه في نفسه، ويكسب ثقة أمه فيه، ويحس إن هو واثق في والدته. فبالتالي يبتدي إن هو مركب بتاع شخصيته، يبتدي إن هو إيه يعني واثق من نفسه ومقبول، وإنه يعني تحتوي. يعني ما يكون في غلط، في مشاكل، بيعيط، بلاش نتفهم الأمور أنت عيل يعني هتعيط على إيه يعني. لا، الوعي بقى المفروض يكون يتدخل في الحتة دي. إحنا دلوقتي غير زمان بصراحة في الجزئية دي، الوعي زاد شوية. إنه لما يكون في ده، لا هاتيه وحضنيه، إيه اللي حصل؟ لما يتدخل في مثلا في كلام كبار، احنا واحنا صغيرين كان الاغلبيه بيزعق انت ازاي تسمح تقف في حاجه زي دي، هو صح انت كمبدا، بس ما ينفعش تقول له كده يعني بالراحه كده، قول له ده كلام كبار، ما ينفعش انت تكون موجود. يعني اعرفه صح، بس اعرفه ازاي؟ ايوه، بس احترميه. يعني الفكره كلها انك تحترم الطفل ده، او تحسسه ان هو ليه كيانه، يعني ليه كيانه وله وضع. بتكلم كمان على طفل بدا يتكلم وبدا او الطفل الرضيع ده ليه قصه تانية، اللي هو دي حاجه تانية بقى بتتعمل معاه، حاجه تانية خالص.